السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد الغزاوي، قناة روائع الديكور. زي ما عودناكم دايما هيكون عندنا كل يوم جديد. النهاردة هنتكلم معاكم عن شغل ورق الجدران أو الوول بيبر زي ما انتم شايفينه كده. طبعا في طرق كتير لتركيب ورق الجدران، النهاردة هشرح لكم طريقة بسيطة لتركيب الورق. طبعا في حاجات اساسيه ومهمه جدا في تركيب ورق الجدران، وهي اول حاجه الجلو اللي احنا بنشتغل بيه او الماده اللي بنلزق بيها. الحاجه الثانيه طبعا العده اللي بنشتغل بيها او التولز، السكينه اللي هي بتكون عباره عن زي فايبر، والقطر لازم طبعا يكون حاجه كويسه جدا يعني. تمام، الحاجه الاولانيه اول خطوه بنعملها في شغل ورق الجدران هي اننا بنقيس الجدار ده من تحت لفوق، بنشوف ارتفاعه كم. الجدار ده مثلا تقريبا طلع 3 متر وكم سنتي، فاحنا بنشوف المقاس طلع كم بالظبط، بنزود عليه 10-15 سنتي. تمام، والحاجة التانية ان احنا طبعا بنوحد الرسمة زي ما حضراتكم شايفين كده، الرسمة تلاقوها كلها نفس الشكل بالظبط، ماشية كأنها مرصوصة رس. دي تاني حاجة مهمة جدا في الموضوع، علشان ما نبينش يعني صعب جدا ان احنا نشوف الفواصل في الورق ده زي ما انتم شايفين كده، لاننا شغالين بالطريقة اللي بكلم حضراتكم عليها. تمام، الحاجة التانية بنبدأ نقطع الورق ونشوف، لازم طبعا نوحد الرسمة مع بعضها في التقطيع، ونشوف بعد كده الجلو بنمكسه. طبعا بيجي عباره عن كرتون باودر، احنا بنشتغل بجلو الماني، دي انضف نوعيه جلو، هصورها لكم برده واحنا شغالين ان شاء الله. الحاجه التانيه هي الحاجة التانية طبعا هو لازم يكون الورق ده بنديله طبقة الجلو بتاعته، زي ما هنشوف مع بعض. لازم تكون طبقة الجلو مفيش مكان في الورقة مفيش عليها جلو، دي مشكلة بتعمل فقاعات هواء تحت الورق، ومع الوقت الفقاعات دي بتزيد والورق للأسف بيتفك. فلازم نراعي دايما الحاجات التفاصيل الصغيرة اللي احنا اتكلمنا فيها دي، دي مهمة جدا في تركيب ورق الجدران. تمام، هنشوف مع بعض واحنا بنركب الورق ده الخطوات مع بعض هتكون عاملة ازاي. كملوا معنا الفيديو للآخر، لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب او اشتراك بالقناة ولايك وشير لو امكن، ولو عندك اي تعليق اي ملاحظة اي سؤال ياريت تشرفنا بكومنت، احنا متقبلين كل الاراء. زي ما قلت لكم دايما ان احنا بندور على اننا دايما نطور نفسنا، دايما كل يوم نعمل حاجة مختلفة وحاجة جديدة، دايما حابين ان احنا نطور نفسنا، وان شاء الله الفترة الجاية دي هنشوف حاجات كتير جدا مختلفة وجديدة، وان شاء الله يا رب تعجبكم. وشكرا لكم، وما تنسوناش لايك سبسكرايب اشتراك مشاركة للفيديو وكومنت من حضراتكم تشرفونا بيه، شكرا جزيلا. وده يا جماعه شكل الورق، ورق الجدران بعد ما قطعناه. تمام، قطعناه طبعا مقاسات زي ما قاسات الجدار بس اكبر شويه، مثلا 10 سم او 12 ل 10 سم، بحيث ان لو في زياده تطلع معانا في الشكل الاخر. وده شكل الجلو، الجلو بتاع اللي بنشتغل بيه، طبعا الجلو الماني انضف نوعيه جلو شفتها بشتغل بيها بسرعه. تمام، وده كده شكل الجلو بعد ما عملناه، ده شكل الجلو كده بعد ما خلطناه كده، هو جاهز على اللزق يعني، ده الجلو اللي هو بنلزق بورق الجدران. طبعا احنا ضايفين عليه شويه غيره بيضاء بحيث ان هي تشد الجلو شويه. تمام، خليكم معانا كده احنا بنشوف هنشتغل الجلو ازاي. طبعا معانا برج زي ما كده بنشتغل بالطريقه دي،
جعل الدور بتاعه تمام. الخطوة الثانية كده يا جماعه الورق بتاعنا جاهز، واخد الدور بتاعه، هنبدا نركب نشوف نفكوه زي ما هو. شكرا من فوق كده يا جماعه، التركيب من فوق زي ما انتم شايفين كده. نيجي تحت هنا نشوف ايه اللي هيحصل معانا، تعالى هنا كده يا جماعه.
بالظبط شايف كده المفتاح بتاع الكهرباء دي. هنشوف ازاي هنفرغ لها الورق بحيث ان يركب ورا. طبعا اهم حاجه الحرف ده يكون ظابط على بعضه مع الرسمه. المفروض ان الحرف ده في الاخر ما بيبانش. طبعا هنا يا جماعه بما اننا اتاخرنا على تركيب الورق فالبلو بيكون نشف فلازم نديله طبقه ثانيه. مش نركب وخلاص وبعد كده الورق كله يبقى هوا وفراغات.
منه كده.